لو سألت جدتك أم أبوك أو أم والدتك ربنا يديها طول العمر لو لسه عايشة وقلت لها على أيامكم وزارة التموين كانت بتعمل إيه وإيه هو الدور اللي المفروض تكون بيه تجاه المواطن المصري، هتقول لك بكل بساطة إن الوزارة دي وزارة التموين والتجارة الداخلية هي المسؤولة عن تحقيق الأمن الغذائي في مصر وبتقدم دعم مناسب وبتهتم بالجودة العالية للمنتجات وبتراقب كمان الأسواق لو في تجار بيغشوا أو بيهملوا في معايير الجودة لأي منتج من المنتجات بتاعتهم، وكمان لو حبيت انها ترشح لك افلام مصريه من الزمن الجميل بيبان فيها دور وزاره التموين واللي كان بتعمله مع التجار الغشاشين لو لقت حد غش في الجوده او لاعب فيها شويه هتقول لك برضه على بعض الافلام اللي ممكن تبين حاجه زي كده، لكن لو جيت بقى لسنه 2023 هتلاقي في عندنا واحد اسمه وزير التموين علي مصلحي اللي بقى دلوقتي بيحاول ان هو يقنن الغش وبيطلب من المنتجين بانتاج منتجات بجوده اقل وينزل السعر. علي مصلحي طلب من الناس كده وهي دي خطته العبقرية لمواجهة غلاء الأسعار اللي تسببت في الحكومة المصرية وده اللي رصدته كاميرا الحدث في حديث أحد منتجي الزيوت. أديله منتج سيء وأقول له معلش أنا قللت لك 2 جنيه 3 جنيه لا ما ينفعش لا طبعا مش هيترفض الكلام ده الجودة الممتازة الجودة كويسة هي دي اللي هتمشي في السوق أديله منتج سيء. الخطة العبقرية من وزير التموين فضلاً عن أنها خيانة للأمانة الموكلة إليه للحفاظ على صحة المواطنين بينتقدها أو بينفذها بعد توجيهات النظام ليه بافتتاح معارض أهل رمضان واللي بالعادة أو كالعادة يعني زي ما احنا متعودين بتفتتح قبل رمضان بأسبوع أو أسبوعين، لكن قررت الحكومة المصرية أنها تفتحها بدري عن موعدها بثلاث شهور. تقليل جودة المنتجات مقابل تخفيض في أسعارها أثار موجة غضب من رواد السوشيال ميديا زي مثلا بعض الحسابات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، واحد منهم قال جودة أقل إيه أكتر من اللي احنا بنشوفه، احنا أسوأ جودة في أي مجال وأي منتج في العالم، أصلا حتى الحاجة الغالية في مصر جودتها رديئة، هي بتبقى غالية عشان منظر بس أو بتتباع في مكان شيك. نبيلة قالت كل الحكومات حكومات العالم تطالب بجودة أكثر من ممتازة في المأكل والمشرب حفاظا على صحة مواطنيها، إلا السيسي وحكومته بتطالب بجودة أقل وسعر أرخص، وهل ده الإنجاز اللي السيسي ضميره مستريح له ومصمم يكمله؟ السرطان منتشر في مصر بين الأطفال والكبار من الجودة الأقل. سارة برضو قالت تعليق عن الموضوع وقالت أقل من كده إيه، ده بقوا يعملوا الحواوشي من كرتون البيض مش حتى من لحم من بواقي اللحم زي ما احنا متعودين. حساب آخر بيقول حد يقول له القطاع الصحي هيفرقع في وشنا ومش هيقدر يتحمل أعداد زيادة بسبب قلة جودة الغذاء اللي هو حاليا عايز يقلله، حد يقول له ميزانية الدولة مش هتتحمل تكاليف علاج سرطانات بسبب القرف اللي بيستوردوه والناس ما بقاش معاها فلوس تتبرع للمستشفيات. أحمد برضو قال أقل جودة وأرخص، ما احنا مش بني آدمين أصلا، فهو دي رؤية الحكومة لينا. تعليق تاني برضو بيقول وزير التموين الفاشل قبل رمضان بثلاث شهور عامل معرض رمضان بيحاول يلحق نفسه عشان الهجوم عليه أكبر منه، للأمانة هو تاجر ناجح بس وزير فاشل من أيام مبارك، شوية يمسك تموين وشوية يمسك التضامن، يعني تقدر تقول عليه وزير كشكول. بشرى قالت وزير التموين ماشي بمبدأ ست لئيمة وأنا ألأم منها، تعد اللحمة وأنا أسرق منها، يثبت بعض السلع مثل العيش عيش التموين ولكنه ينقص في الوزن. حساب آخر بيقول يعني بيع لهم لحم كلاب وقطط الكيلو ب10 جنيه، معلش بيع لهم خليط أسمنت أبيض مع حليب وملح على إنه جبنة فيتا بسعر 20 جنيه ماشي، بيع لهم خليط حشرات على إنه سمك تونة بسعر 10 جنيه ما يضرش، وسيب الشعب يعيش وربنا على المفتري. دي كانت تعليقات الناس على فكرة إن هم يقللوا الجودة وإن هم يقللوا السعر بعد ما يقللوا الجودة، والشعب المصري اللي شايف إن في حاجات كتير جدا عندنا أصلا بالفعل جودتها قليلة.